وصلنا معكم فيها هلا بالعرفج إلى فقرة برواز. برواز عودناكم نعرض صورة أو فيديو، اليوم سنعرض فيديو حصري لهلا بالعرفج، وهو عبارة عن عمل رسوم متحركة بتقنية 3D للمنتج مطلق الفراج تحت شعار همة حتى القمة. مساء الخير، أنا المنتج مطلق الفراج، يشرفني في هذه المناسبة الكريمة اليوم الكريم، اليوم الوطني التسعي للدولة السعودية، ويشرفني أن أهدي هذا العمل المتواضع البسيط عبارة عن رسوم متحركة على نظام 3D، وأهدي به وأخص في قناة روتانا من خلال برنامج يا هلا بالعرفج. وهذا العمل رسوم متحركة تحكي وتعطي لمحة بسيطة عن الرؤية الكريمة 2030 تحت شعار همة حتى القمة، وبصوت سعودي جميل من كإنتاجي أنا مطلق الفراج وكلمات الشاعر عبد الرحمن قرين. شكرا للأستاذ مطلق الفراج، وحقيقة أن من أجمل الأشياء المفرحة في اليوم الوطني التنافس الجميل والتسابق اللي جالسين نشوفه بين الجهات والمؤسسات وشركات الإنتاج وغيرها لإنتاج أعمال لليوم الوطني. في هذا العام في ظاهرة جديدة دخل حتى الأشخاص اللي عندهم قدرة على الإنتاج وعمل فيديوهات وأعمال لليوم الوطني، حالة من التسابق الوطني الجميلة جدا اللي نفخر فيها اليوم في المملكة العربية السعودية. دكتور التعليق عندك. أكرر الشكر للأستاذ القدير مطلق الفراج أبو ياسر. الحقيقة المقطع هذا رغم قصره إلا أن التقنية فيه عالية، الكلمات، الموسيقى، وهو من الأشياء التي تطلب هذه الأيام، الناس يبغون المادة الخفيفة، ويمكن فكرة جديدة فكرة الرسوم المتحركة. بالضبط، جالسين نشوف أعمال بالضبط. بس هو المهم أنه أنا أتكلم عن مطلق، أنا أعرف مطلق من زمان، مطلق مكافح ومنتج يدفع من جيبه من أجل الأعمال الابتكارية، يحب يدعم الشباب، يحب يدعم الأفكار الإبداعية، يحب يوصل. وشكرا أنه خصنا بهالمقطع بين غيرنا، وزي ما قلت أنت الحقيقة التنافس اليوم جاني 100 مقطع، قلت له والله ما نقدر لأن اللي عندنا كافي. مطلق من الأسبوع الماضي رسل لي قلت له كويس أنك جيت بدري، لأنه الناس بالحجز تعرف كل واحد عنده هذا المقطع. أنا أتوقع إن شاء الله أنه أبو ياسر أستاذ مطلق الفراج حيواصل العمل، ونحاول حنا نبغى كل شهر يقدمون لنا عمل، مرة يتكلم عن أنشودة للأطفال، مرة عن التسامح، مرة عن المشي، مرة عن الابتسامة، مرة عن التفاعل. ما نبغى أن الأعمال تنحصر كلها في اليوم الوطني، لا، وزعوها على السنة كلها. وإن شاء الله أبو ياسر يسمع كلامي ويطلع يعطينا كل شهر مقطع بإذن الله.